النقطة الرابعة التي يمكن أن نتعرض إليها في هذا العرض هي مسألة عودة التنميط المتطرف إلى المجتمعات العربية والإسلامية، ونظرة العالم إلى الجندر من خلال المجتمع المتطرف. قمت بدراسة في السابق حول داعش في سوريا، حول الجماعات الإرهابية في سوريا، ووجدت أن هناك عدد من الصور النمطية التي عادت للظهور وبقوة داخل هذه المجتمعات التي تعتمد أساساً على أفكار غليظة لها استناد ربما إفتائي عقائدي، فكر قديم جداً جداً جداً، أين كانت النساء عبارة عن جواري وهبة أو سبية أو هدية للسلاطين والخلفاء والأمراء. هذه الصور أثبتت أن هناك يعني نزعة في المجتمعات الذكورية العربية الإسلامية خاصة نحو إعادة بعض الصور القديمة الموجودة في التاريخ إلى هذا القرن، خاصة مع ظهور هذه الجماعات المتطرفة التي تحدثت عنها انطلاقا من القاعدة وصولا إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام. وهذه الجماعات طبعا جسدت ربما الفكر القائم على الجندر، ويعني ومنح أدوار معينة لهذه النساء، يعني القيادة مثلا لا تكون إلا للرجل في هذه المجتمعات المضيقة، مجتمعات الجماعات المتطرفة. أيضا القيامة أو القوامة، القوامة بالنسبة للرجل، المرأة هي فقط لإنجاب الأطفال ولتلبية رغبات الزوج أو رغبات السيد الذي يملك هذه المرأة أو هذه الأمة أو هذه السبية. ازدهار الجماعات العقائدية المتطرفة في خاصة بين 2012 و2015 أتاح للعديد من الدارسين والباحثين محاولة استنفار كل الطاقات وكل المجهود البحثي لإبراز علاقة هذه المجتمعات بالجندر، ووجدوا أن هناك عدد كبير من الروابط المتينة بين الفكر القديم، فكر 14 قرن إلى الوراء، وبين هذه الفكرة التي تسيطر على العالم اليوم، وهي وجود جماعات إرهابية وعودة ما يعرف بالخلافة الإسلامية. فأصبحنا نرى الأدوار القديمة والشكل القديم الذي ربما كانت عليه هذه المرأة وهذا الرجل في قرون سابقة، وأصبحنا نراها اليوم متجسدة في هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة. عدنا بشكل أو بآخر إلى مسألة التنميط، عدنا بشكل أو بآخر إلى ظهور أشكال يعني تعيد تلك القولبة الجندرية إلى مراحلها الكلاسيكية الأولى وإلى مراحلها البدائية ربما في التعامل مع الجنسين وتقسيم الأدوار بينهما. هذا يحيلنا إلى كون المقاربة الجندرية ليست فقط حبيسة فكر اجتماعي مسيطر ذكوري، ولكن ربما هذه العقلية قد تحاول بشكل أو بآخر أن تبحث عن حجج، عن مستندات، خاصة منها المستندات الدينية، وتأويل هذه النصوص حتى تظهر يعني الفكرة وكأنها فكرة عادية وفكرة مشرعنة وفكرة يعني في تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة وفي وجود المرأة التابعة للرجل دائما، وليس فقط حتى المكملة، هي التابعة له وهي سبيته وهي أبته وهي ملك يمينه. ومحاولة البحث في النصوص الدينية والخروج في النهاية بنتائج بأن المرأة هي تابعة للرجل. هناك صور يعني ظهرت في الإعلام وقد تمكنت من حصرها
بين الرجل والمرأة اختلافات عميقة جدا. طبعا الرجل القائد المغوار، يعني البطل الذي يقود المعركة، بينما المرأة فهي فقط تابعة وتلبي هذه الحاجيات في داخل هذا المجتمع المضيق، ويمكنها أن تقوم بأدوار يعني بسيطة ربما، ولكن لها يعني آثار عميقة في بناء صورة سلبية جدا عن حضور المرأة في المجتمع العربي والإسلامي، خاصة مع ظهور هذه الجماعات وانتشارها بشكل كبير في وسائل الإعلام، وأن لهذه طبعا الجماعات إعلاما خاصا به الذي يروج هذه الصور، لأنه في الحقيقة مهما كانت الوسيلة الإعلامية التي ستقوم بهذا الدور فلن يكون هناك أثر كبير جدا مقارنة بالأثر الذي يمكن أن يحمله المصدر الأساسي لهذه الصور، وهو طبعا قنوات اليوتيوب المنتشرة على الفيسبوك، تلك الدعوات التي تحصر ربما الفكر الإسلامي في قوالب منغلقة جدا وفيها نسبة كبيرة جدا من الانغلاق ونسبة كبيرة جدا من التطرف، وطبعا الراديكالية في التعامل مع الحياة ومع المجتمع ومع المجالات المختلفة في ما يدور من حولنا من أشكال الحياة. إذا هذه العودة أصبحت عبارة عن صدمة شغلت الباحثين وجعلتهم يفكرون فيما بعد بأن الجندر ليس فقط محاولة لفهم كيف يقدم المجتمع هذه الصور وكيف يعني يكرسها وكيف يثبتها في عقول الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة، ولكن هو عبارة عن ربما عديد من السجلات التي تظهر ربما في كل فترة وحسب الظرف وحسب يعني استعداد هذه العقول في المجتمعات إلى تقبلها، وحسب العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية، وطبعا كل يعني المؤثرات التي قد يعني تأتي بشكل أو بآخر إلى واقعنا وتجعل منه ربما واقعا متصلبا وغير قادر على استيعاب هذه المقاربة الجندرية من باب المساواة بين الجنسين، وليس من باب تنميط الأدوار وتنميط المرأة وتنميط أدوار الرجل وجعل هذا قيما على هذا وذاك خاضعا لذاك وهكذا دواليك. من هنا أيضا يمكننا أن نتطرق إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التأثير الإعلامي في يعني عطاء هذا الزخم الجندري قدرة كبيرة على التأثير على العقول، على العقل الجماعي، على العقل العربي. نجد كثير ما يعني من الروبورتاجات أو من الأعمال الميدانية أو من التقارير الإعلامية التي تقدم هذا الجندر على أساس أنه مظلمة، فيما نجد أيضا عدد كبير من الأعمال الميدانية والصحفية التي تقدم هذه النظرة الجندرية الدونية للمرأة على أساس أنها أمر عادي ومقبول جدا في المجتمع وليس من الأمور التي تدعو إلى التفكير أو تدعو إلى طبعا البحث عن مفاتيحه أو البحث عن تغييره أو البحث عن ربما إجابات جديدة له أو تحسين شكله بكل السبل. من هذا المنطلق يمكننا الحديث هنا عن مسألة تكريس هذا الفكر، فكر المساواة. كيف يمكننا أن نكرس فكر المساواة في الأجيال القادمة؟ لأن الأجيال السابقة ربما لم تستوعب كثيرا درس المساواة إلا من خلال بعض الصدمات التي تعرض إليها المجتمع والتي جعلت من المرأة تخرج إلى المجال العمومي وتكافح، وما زالت إلى الآن تكافح وستكافح في المستقبل حتى تتمكن من إثبات أن هذه المقاربة الجندرية هي في الأصل يجب أن تكون قائمة على مسألة المساواة وليس فقط يعني تمييز جنس على جنس أو منح أدوار للرجل يعني بكفاءة عالية مقارنة بالمرأة التي تبقى دائما دونية وهناك التمييز تجاهها.
طبعا المسألة رهينة كيف نتعامل مع هذه الصور، وما دمنا نحن في عصر الصورة ونتعامل مع الصورة سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء الإلكتروني إلى غير ذلك، فإننا يجب أن نبني صورا ذهنية جديدة تساعد هذه الأجيال على فهم هذا الجندر، وتساعدهم أيضا على إعطاء لكل حق حقه، وعدم البحث عن قولبة الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل، لأنهم في النهاية يتقاسمون المسؤوليات. لربما المرأة اليوم أصبحت تتحمل مسؤوليات أكبر بكثير من المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتقها، كونها اليوم تخرج العمل وتساهم اقتصاديا في نجاح العائلة وفي ربما تسديد ديون العائلة، ويعني اشتراء أو اقتناء كل ما يخص الأبناء والعائلة بصفة عامة، تساهم مساهمة مهمة جدا، وتساهم في تربية الأبناء وفي تثقيفهم وفي إخراجهم إلى الحياة، يعني بكل ذلك المخزون الذي تبنيه العائلة لأطفالها. إذن الأدوار الاجتماعية اليوم يساهم في بنائها الإعلام أيضا، وليست فقط مقترنة بما نعيشه فقط في المجتمع. هناك تأثير كبير للصور، وهذه الصور كما هي تنتقل من جيل إلى جيل، أيضا هناك عوامل وهناك وسائل تكرسها وتثبتها. إذن اليوم هناك وقفة ضرورية مع أنفسنا ومع ما نعيشه ومع ما نراه من مادة إعلامية ومع ما نراه وما نقرأه وما نتعلمه في المدارس وفي الجامعات حول الجندر. المسألة أصبحت مهمة للغاية. سنتحدث أيضا عن النقطة الأخيرة، وهي كيف يمكننا أن نكرس هذه المساواة في الأجيال الحالية حتى نتعلم أن نبتعد عن سياسة التنميط السائدة في مجتمعاتنا. أولا يجب أن نفهم الجندر، ثانيا يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية من يعني القائمين على إيصال هذه الصور، وكلنا مسؤولون طبعا في هذا المجال على بناء صورة صحيحة متوازنة، ليس هناك فيها ضرر لطرف من طرف أو محاولة لربما قولبة أو تنميط أدوار لأشخاص معينة أو لجنس معين، ولكن يجب اليوم أن نشتغل كثيرا على فهم هذا الجندر، فهم المساواة، ما معنى المساواة، كيف يمكن لهذه المساواة أن تكون محرك أساسي في المجتمعات. ثالثا أن نجعل من هذه الفكرة أو هذا الفكر سائدا في كل مجالات الحياة، سواء كان في الجامعة، في تعاملاتنا، في عائلاتنا، في تعاملنا مع أصدقائنا، في تعاملنا مع يعني أشخاص نتعامل معهم يوميا كما هو الحال في العمل أو في الشارع أو في الفضاءات العمومية. رابعا يجب أن تكون هذه المساواة تطبيقا وليس فقط محاولة تنظير، أي أننا يجب أن نلتزم بقواعد هذه المساواة، أن يكون هناك دائما احترام متبادل بيننا، أن لا ننظر إلى الأشياء عن طريق تلك الزاوية الضيقة التي كرسها المجتمع وجعلها قاعدة من قواعده الصلبة، ولكن يجب أن ننظر إلى الأمور من الجانب الإنساني، الجانب الحقوقي الذي يرتقي بالإنسان ويجعل له مكانة يعني محترمة، وأن يجعل من التعامل والتواصل البشري تواصلا قائما على الاحترام وقائما على طبعا المحبة، وقائم طبعا على نبذ كل أشكال الميز العنصري والميز، سواء كان على قاعدة الجنس أو اللون أو العقائد أو النوع الاجتماعي أو غيره. فهذه الرؤية الشاملة التي يجب عليها أن تبرز وأن تتطور. هناك مجهودات من قبل عدد كبير يعني من المنظمات، سواء كانت أممية أو عالمية أو وطنية أو جهوية، أو حتى يعني محاولات أو تجارب فردية، ولكن تبقى المساواة فكرة
قائمة دائما على مزيد المحاولة، لأن هناك دائما تلك يعني الثقافة، ثقافة رفض التغيير، ثقافة رفض كل ما هو جديد، يعني على المعتقد السائد، رفض بقوة لكل ما هو فكر يحرر العقل من قوالبه الجاهزة ومن صوره النمطية التي جبل عليها منذ الصغر. أرجو أن أكون بهذا قد أفدتكم ولو قليلا ببعض الأفكار حول المقاربة الجندرية في هذا العالم المتحول الذي يعيش إرهاصات مختلفة، ويعيش طبعا تغيرات و يعني محاولات للخروج ربما من قالب واحد نحو عالم يسود فيه الاحترام، ويسود فيه تسود فيه الإنسانية وحقوق الإنسان، وتسود فيه طبعا نظرة يعني متوازنة وموضوعية للمرأة وللرجل. شكرا لكم وإلى اللقاء.